الحمد لله نتخلصنا من الجائحة. الحمد لله ما اليوم رانا في حال أحسن من قبل، ولكن حقيقة مرينا بأوقات عصيبة مع كورونا، وكان لازم علينا أن نقوم بتدابير لكي الإنتاج لا يتوقف، ونقوم ب أسوري لا برودكسيون ولا الإنتاج اللازم للشركة. هذا الشيء ما خلاناش نتقاعسوا. كاين السياسة الحكيمة للشركة اللي قامت بها وضعتها لكي نتجاوز هذا المحنة، والحمد لله عملت الشركة على توفير كل اللوازم لكي العمال يكون في أحسن حال في خاصة في الصحراء ولا في الشركة في مناطق الإنتاج. قمنا بتوفير المعدات، قمنا بتوفير مناطق الكونفينمون لكي، لأن كان في الأول كي بدأت الجائحة لحقنا كان ممكن غموض على الناس، كل الناس كان عندهم غموض. وقامت الشركة في الحقيقة بالتدابير. أولا كنا خلينا العمال تاعنا كادوا حتى 8 أسابيع في العمل، مع أنهم يخدموا 4 أسابيع في 4 أسابيع عمل وأسابيع راحة، ولكن لتفادي تفشي الجائحة ما كناش نعرفوا عواقب هذه الجائحة. دونك خلينا العمال كانوا يخدموا حتى 8 أسابيع حتى عرفنا كيفاش نتعاملوا معها، وبدأت نقولوا وسائل النقل. كانت وسائل النقل كان كلش حابس، الطائرات، الحافلات، كلش كان تقريبا متوقف. أخذنا ديزوتورياسيون من عند وزارة النقل لاستعمال الطائرات الخاصة بسوناتراك لكي ننقل العمال، وبهذا الحمد لله تفادينا أن نكون في مأزق، والإنتاج قاعد متواصل بفضل العمال اللي نوجه لهم الشكر الخاص اللي قاموا في ذلك الوقت بتحدي وابقاء لكل المعدات تعمل.